نحن العقبة الكأداء التي واجهتنا منذ وجودنا هي الرفض الإيديولوجي القاتم الذي يغذي حقد لا شفاء منه تجاه حركة النهضة. ونحن في حقيقة الأمر لم نعد نولي لذلك أي اهتمام. نحن مراجعاتنا وتطورنا وتجديد أنفسنا يأتي في إطار استجابتنا للأسئلة الجديدة التي طرحت علينا فيما مضى قبل 14 عام. في السؤال الرئيسي والذي تأتي بعده الأسئلة الأخرى كلها هو سؤال القضاء على الاستبداد وفرض الحرية. الأسئلة التي طرحتها الحرية بعد الثورة هي أسئلة التنمية، خلينا نقول أسئلة الواقع بصفة عامة. الشعب التونسي الآن ليست مشكلته التدين، غبنا نحن لمدة 20 سنة، سميت تلك الفترة فترة تجفيف المنابع وتقليم الأظافر، وأحيلت تونس إلى صحراء قاحلة من حيث الثقافة، ومع ذلك لم تكن موجودة النهضة، ومع ذلك ظهرت موجات من التدين كبيرة جدا، والمصلون شبابا بناتا فتيات كبارا صغارا كلهم كانوا أصبحوا يرتدون المسجد في غياب حركة النهضة. السؤال الآن بعد 14 جانفي ليس سؤال الهوية وليس سؤال الاستبداد، وإن كانت بعض بقايا ما زالت متمترسة الآن في بعض الجهات كالنقابة والإعلام وبعض المال الفاسد وبعض الدوائر الاستخباراتية. السؤال الآن، السؤال الحقيقي الآن هو سؤال الواقع بما هو تنمية تشغيل صحة تعليم. نحن يا أخي الكريم جامعاتنا في التصنيف الأخير، ويتغنى مثقفون الذين حال التعليم التونسي إلى خراب وإلى دمار شامل، يتغنون بقيام تونس، سمحني العفو، يتغنون بحداثة وبقيام تونس، ويتغنون بمكاتب تونس، والذي لا يعرف تونس مثلي أنا نعرفها جيدا وعشها ولتونس، يقول بأن تونس هذه ستوكهولم ولا النمسا ولا مش عارف شكون ولا الدنمارك ولا معنا بريطانيا تعيشوا فيها أنتم، بينما جامعاتنا غير مصنفة أصلا، لدينا تلاميذ بل لدينا طلبة بل لدينا بعض من الإطار التربوي لا يستطيع فك الحرف ولا يستطيع أن يتكلم لمدة 10 أو 5 دقائق بطريقة معنا ليست متسقة لا باللغة العربية ولا باللغة الفرنسية ولا باللغة الإنجليزية، ومع ذلك يتكلمون عن أن هناك كاسب تونس. هذه هي الأسئلة التي فشلوا في الإجابة عليها.